دكتور مروان، لحتى نكسب الوقت بدي ادعيك مباشره. نبلش بالتطبيق. تمام. بدنا نشوف انت كم سيجاره هون بدها تشرقون وينوجدوا بالقنينه، تنشوف كيف رح بتصير لون المي والمواد اللي رح تتكون منها بهالاثناء. هو مبدئيا طبعا ده اللي يعني الجهاز ده بيمثل جسم الانسان اللي هو عم يشرب هيقوم بشرب طبعا كم سيجاره هولي. احنا يعني هنعمل على قد ما نقدر لحد ما نشوف الازازه ايه اللي حصل لها. طيب. والنتيجه ايه اللي حصل لها. انت وعم تشتغل وبتحضرها دكتور حمزه، قديش كمان التدخين السلبي اثبت مع الوقت انه عنده نفس مدار التدخين المباشر؟ زي ما حضرتك قلتي ان في ما يزيد عن 6 مليون شخص بيموتوا بسبب التدخين. التدخين السلبي بيموت من الستة مليون دول ما يزيد عن 450,000 شخص. أوف. تمام. طبعا كبارا وصغارا. كبارا وصغارا. بالنسبة للأطفال، وأتمنى إن شاء الله يكون برضو ده دافع من الدوافع، بيصيب الأطفال بأمراض الربو وأمراض الرئتين، الالتهاب الرئوي، ويصيب أثناء الحمل، ممكن يسبب الإجهاض المبكر، ممكن يسبب تشوهات خلقية ويأثر على الكروموزومات، ممكن يسبب بعد الطفل ما يتولد بيسبب مشاكل في السلوك نفسه، يبقى الطفل عنده توتر وعنده سلوك عصبي غير طبيعي. من الحاجات اللي بيأثر عليها برضو زي ما الدكتور مروان هيقول لنا بالنسبة للرئة، يعني عايزين نشوف كمية الدخان اللي موجودة عندنا اللي بتدخل الرئة. لاحظوا كده يا جماعة طبعاً. كأن واحد بيدخن، هو دي رقم اتنين، دي السيجارة رقم اتنين، دي السيجارة رقم اتنين. الدكتور مروان بيشرحها لنا، تخيل ده جوه يعني جسمك. نحن عم نحكي إذا واحد بيدخن علبة ونص بالنهار أو علبتين. احنا دلوقتي دي تاني يعني سجارة تاني سيجارة احنا بنقوم بيها، وبيبدأ الجهاز ان هو يدخنها. لو بصينا هنا على هنا كمية الدخان اللي دخلت الرئة، طبعا كمية كبيرة جدا، نقدر ان احنا تخيل دي الرئتين. احنا بنتكلم على وعندنا الجهاز التنفسي، هنا على كل اكبر دليل عم نشوف نحنا بيحصل طبعا السم. هيدي النتيجة دكتور بعد قد ايه، كم سنة يعني؟ ممكن تكون بفترة قصيرة وممكن تكون على المدى البعيد. في عوامل كتير بتحدد كده، بس هم قالوا اللي بيدخن اكتر من 40 سيجارة في اليوم خلال 20 سنة هيوصل لنتيجة دي. هيوصل لها النتيجة، يعني هيدي الرئة السليمة، دي الرئة السليمة، ودي الرئة اللي حصل فيها المشكلة بعد تدخين 20 سنة. نعم. طبعا لو جينا شفنا منظر السيجارة حتى بعد ما اتدخنت، كل هذه المواد وكل هذا الاحتراق بيستقر عندي في الرئة، وادي الجهاز يعني تعب من ثالث سيجارة اهو تقريبا، رئته مش قوية تقريبا. هو تعب والإنسان ما تعب. هو تعب والإنسان ما تعب. لو جينا شفنا هنا، شوفي كمية دخان داخلة هنا. طبعا الأطران هنشوفه هنا في طبعا المية هيبان من هنا. طبعا لو في وقت هنقعد ندخن كل الحاجات دي، ده مثلا تدخين يوم كامل مثلا. صح. لو قلنا هندخن 25 سيجارة. طيب فكرة الفلتر على السيجارة بتحمينا؟ لا، الفلتر ده وهم من الأوهام. طبعا احنا نسينا نتكلم عن هو بيقلل الضرر. عن بيقلل الضرر، بيقلل الضرر الموضعي بس. كيف يعني بيقلل؟ يعني امراض السرطان الموضعيه زي الفم، زي ما بيعمل احتكاك مباشر، يعني بيصير فيه من ورا الفلتر. لكن كل المواد السامه بتخش الرئتين بمنتهى السهوله. طيب في فرق بين السيجار بين البايب؟ نحن حكينا عن الشيشه. السيجار والبايب اثارهم او اذا بدك تداعياتهم اخف ولا لا بالنسبه لي؟ يعني مقارنه بالسيجاره، اللي بيشرب بايب، لا، اللي بيشرب باي بيبقى ضرره اكتر، لان نسبه النيكوتين، الدكتور مروان يقول لنا الكلام ده، نسبه النيكوتين فيه عاليه. الاحتراق عامل ازاي في السيجاره؟ طبعا بيفرق من سيجاره لسيجاره، والسيجار والبايب بيبقى اشد خطوره من هذه السيجاره. طيب بصراحه بين اللايت والسوبر لايت والهيفي او السترونج، يعني في فرق ولا لا؟ بنقدر نقول ان المدخن، امتى المدخن يعتبر نفسه ان هو لايتر او يعني مدخن خفيف؟ امتى؟ ان هو بيستخدم من 1 لـ10 سجاير. لو مدرت او متوسط بنقول من 10 سجاير لاقل من 25 سيجاره. لا، انا عم بحكي كمان بانواع السيجاره اللي بنشربها، يعني في انواع بنحط عليها لايت وفي انواع بنحط عليها سوبر لايت. كل الحاجات دي بقى وهم، كل الحاجات دي
صناعة الموت وصناعة يعني طبعا بتصدر لأسواقنا العربية من دول شرق آسيا، وبنسمع عن تبغ صيني، عن تبغ معرفش إيه، عن تبغ مصنع. كل طبعا هذه الحاجات أوهام وأخطر من التبغ العادي. يعني السيجارة الصيني، السيجارة اللي هي موجودة على الأرصفة دي، أشد خطورة من يعني اللي حكينا عنها الإلكترونية. لا 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 لا, لا, لا دي الكلام على حاجه ثانيه خالص. شو الصيني؟ شو السيجاره الصيني؟ بنسمع ان في سجاير مثلا صيني اللي هي بتتباع، اللي هي الرخيصه، نوع من انواع السجاير. نوع من انواع السجاير بتكفي مثلا الشخص الـ 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 يعني العلبه، يعني العلبه ممكن يشتريها بربع الثمن او ثلث الثمن. بتكلم عن حاجه ثانيه مختلفه. لو شفنا هنا هنلاقي طبعا كميه دخان فظيعه جدا. نقدر شايفين يعني لو الكاميرا تجيب كميه الدخان اللي موجود، اللي هيبقى داخل الرئه، شايفين طالع دخان قد ايه؟ بس ما ينفخه ولا بره؟ ده من اربع بتنفخ لبره، ما بيخفف لا شوية. لا بيبقى قليل، ما احنا مطلعين هنا من بره. يعني احنا طلعنا هنا حجم الدخان اللي بره. لو دخلنا ال 100 سيجاره اللي قدامنا هنوصل للمرحله دي. الميه هتبقى زي دي بالظبط. ده اللي هو الاطران اللي احنا قلنا عليه، الاطران اللي بيعمل لنا هنا كانسر في الرئه. الاطران اللي ربنا حملنا الرئه وعامل لنا رئه جميله ورئه ان احنا نقدر نتنفس بيها، بنوصلها للشكل ده. هل انت في البيت عاوز تصل لهذا المستوى؟ عايز تروح تبقى اسير الاسره في المستشفيات؟ خليك مع النموذج ده. لو انت عايز تبقى صحي وعاوز تبقى هيلثي، خليك هنا في النموذج. طيب خليني اسالك سؤال، انا بدي احكي اليوم بلسان الناس اللي بيدخنوا واللي بيعتقدوا انه نحن كلنا رح نموت. بقول لك في اشخاص بتدخن لسنين وتقدموا بالسن وبالعمر، لا ماتوا ولا صار معهم امراض قلب ولا سرطانات رئه وغيرها من السرطانات، وهن بيدخنوا. واشخاص بيكون صحيين وسالمين ما بهم شيء، فجاه بيموتوا بينهم بقلبيه وهن ما بيكونوا من المدخنين. ده اللي عايز اقوله لحضرتك، ايه اللي عرفه انه سليم؟ هل هو قام بالابحاث المعمليه؟ في اشخاص بيكبروا، هو ما عناش مع احترامي الشديد، وده المعلومه اللي عايز اقولها للمشاهدين. هي ممكن انسان يحس ان هو سليم عشان هو عايز يحسس نفسه كده، لكن لو راح وعمل كوليسترول هيلاقي عنده كوليسترول، هيلاقي عنده قصور في الشرايين التاجية، هيلاقي عنده مشاكل في الاوردة والشرايين الطرفية، هيلاقي عنده مشاكل ليها علاقة بالمخ، هيلاقي حاجات ليها علاقة بالرئة. يعني نتيجة حتمية بنسبة 100% حتمية. يعني هي نتيجة حتمية. انا بقول الكلام ده واسف ان انا شديد قوي مع المشاهدين، بس مفيش مجاملات. يعني انا ليا رأي في الموضوع ده، ان الناس يعني ماشيه مش عارفه ايه اللي جواها. واحد ماشي مش عارف ايه اللي جواه، مش عارف الشرايين بتاعته هل هي مسدوده، هل هي سليمه، هل هو عنده قابليه ان يجيله كانسر، هل في هيستوري في العيله حد جاله قبل كده، هل هو مستعد جينيا ان هو يجيله كانسر. محدش عارف. فممكن يعني بالمصادفه تيجي مع واحد مهيئ وراثيا يبدا على طول الكانسر في سن مبكره، واحد تاني حظه كويس قاعد بيستمر فيها، قاعد بيستمر وبيشرب. بس نتيجته الصحيه وضررها حتمية. بهذه الحالة هذه الرئة السوداء ممكن ترجع تكون زهر بعد قد ايه وقت؟ والله الـ يعني نقدر نقول لا. اتفضل بقى. اتفضلوا اتنين. للأسف لا، هي للأسف ما بتصير. للأسف مش هيرجع الطبيعي إلا في الحالات الوحيدة اللي هو المايلد، اللي الدكتور مروان قالها، المايلد والمودريت. هيصفي الرئة من المحتويات السامة الموجودة جوه الرئة خلال، زي ما منظمة الصحة العالمية قالت، خلال 10 سنوات. 10 سنين بتاخد؟ 10 سنين بنكون موقفين، يعني صرنا 10 سنين تنرجع نحصل على رئة نظيفة. يحصل الريكفري بعد 10 سنين، وبيبقى ريكفري بسيط جدا زي ما الدكتور قال بالظبط. لكن شو المحفز هلأ للشخص يوقف التدخين؟ هيعيش أكتر. هيعيش أكتر. هقول لحضرتك على حاجة، هيعيش أولا هيعيش أكتر. ثانيا أنا هقول بقى معلومة سريعة كده، وقفت أنا التدخين دلوقتي، خلال تلت ساعة إلى نصف ساعة هيبدأ ضربات القلب السريعة تتحسن، ضغطي ممكن يرجع للطبيعي، رائحة الفم الكريهة هترجع إن شاء الله للطبيعية، النفس أو بنسميه يعني رائحة الشم هترجع تاني. خلال 6 ساعات هبدأ أحس إن أنا بطرد بعض الإفرازات أو الأهداب تبدأ تهدى شوية، فبالتالي يعني هيطلع البلغم اللي جوه صدره. خلال سنة هيبدأ يتعافى تدريجيا من أمراض الصدر، وهيقلل تعرضه للسدة الرئوية المزمنة وما أكثرها في مصر. الربو الشعبي
التهابات الرئة ومنها التهاب الرئوي الحاد. نعم. خلال 5 سنين هبدأ أقلل تعرضي للجلطات القلب والسكتات الدماغية، خلال 10 سنوات أكون إن شاء الله إنسان صحيح ما بعانيش من أي مشاكل من المشاكل. في خطأ.